من أراها إن الذين يتم إطلاق سراحهم، وأيضا تحدثنا عن أيضا إطلاق سراح بعض الفلسطينيين المجرمين الذين كانوا في السجون الإسرائيلية، وأيضا هذا سوف إذا اتفقت حماس على بالطبع إطلاق سراح 10 من الرهائن خلال كل يوم، عن كل يوم تمديد في الهدنة، سوف نمضي قدما في ذلك. كما أيضا تحدثنا عن الصور المختلفة الخاصة بالأنفاق، وعندما قامت حماس وعندما تقوم حماس بالتوقف عن إطلاق سراح الرهائن، سوف تقوم إسرائيل بالهجوم وبشن الهجمات مرة أخرى على حماس، والتأكد بأن الرهائن سوف يتم إطلاق سراحهم هم بالطبع في ذهوننا، وبالطبع بعضهم ما زال هناك في حماس. نحن نتأكد بأنه لا يتم إلحاق أي ضربهم أو أي عنف لهم، وأيضا نحن سوف نتأكد بأن لا يتم إلحاق الضرب بأي أحد منهم، ولن نترك أي أحد منهم خلفنا، وسوف نتأكد بأننا سوف نعمل على إطلاق سراحهم جميعا. وأيضا كما تحدثنا هناك من تم إطلاق سراحهم، كان هناك 4 من هؤلاء الرهائن الذين كانوا منذ 7 أكتوبر تم إطلاق سراحهم بالطبع. وأيضا نحن سوف نقوم ب بث الجهود لإطلاق سراح جميع الرهائن. سوف نستمر في الضغط على حماس لإطلاق سراح الرجال والنساء الأطفال والكبار والجنود والمدنيين، وسوف نتأكد بأن حماس سوف تقوم بإطلاق سراحهم بعدما قامت بحجزهم في الظلام والقيام بجرائم غير مسبوقة ولا يمكن نسيانها تجاه البشرية. وأيضا تحدثنا عن الجنسيات المختلفة، كان هناك بعض الرهائن الفلبينيين الذين تم إطلاق سراحهم، وأيضا بعض الرهائن من تايلاند تم إطلاق سراحهم، وأيضا كجزء من إجراءات إطلاق سراح الرهائن. الأمس تحدثنا عن الأنشطة الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبها المعدات الخاصة ب الغطاء والمعدات الخاصة بالمعدات المختلفة، وأيضا المساعدة الإنسانية المختلفة، وقد قمنا بالموافقة على ذلك بعد الموافقة على مع الولايات المتحدة، وأيضا بالتعاون مع مصر، وقمنا بإرسال العديد من الشاحنات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا أيضا كجزء من المساعدات الإنسانية التي نقدمها من خلال معبر رفح. وبالطبع بالفعل لدينا القدرات الإسرائيلية التي تتمكن من إدخال هذه المساعدات التي لا يتم استغلالها من خلال حماس في جوانب أخرى، وأيضا هناك الأطنان الكبيرة من التي قمنا بإرسالها إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب بإرسال الماء والطعام وأيضا المساعدات الطبية من خلال إسرائيل. وهناك أيضا منذ ما حدث منذ أسبوعين الفكرة الخاصة بقتل الإسرائيليين والأدوار الإرهابية التي قامت بها حماس هي اتجاه أيضا الضحايا والمدنيين، هي أيضا مجزرة. ومنذ الحرب ومنذ مجزرة 7 أكتوبر قامت حماس بإطلاق أكثر من 11,000 صاروخ، وأيضا إسرائيل قامت بالتحقق عن ذلك، وقاموا بإطلاق هذه الصواريخ من داخل قطاع غزة، وأيضا بالطبع قاموا باستغلال حركات الجهاد الإسلامية، وأيضا من المستشفيات المختلفة، وأيضا من خلال التحقيقات
هناك الضغوط التي نعمل عليها، وأكثر من 9,038 تم بالطبع إلحاق ضربهم، وأيضا نحن نقوم بإلحاق بجعل العائلة تعلم وأهاليهم تعلم، وهناك أيضا القوات التي نقوم بها، وقد انتهينا من التحديثات والتغطيات الخاصة بالعمليات.